بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم باباتي طلاب المرحلة الرابعة. عليكم السلام دكتور. وعليكم شلونكم السلام باباتي؟ شلون أحوالكم؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. قارين؟ والله دكتور الحمد لله زين، قرينا والله كريم. الحمد لله الحمد لله، بالتوفيق إن شاء الله يا رب، بالتوفيق. قبل لا نبدأ محاضرة اليوم أحب أسمع أسئلتكم على المادة، الامتحان أو المحاضرة السابقة. دكتور الأسئلة اللي انطيتني مال شنو عبد القدوس؟ الأسئلة مال السيمينار مال البلوك دايجرام. إيه هاي بعد المحاضرة أو يوم الأربعاء أو تكتب لي يعني أو بآخر المحاضرة، مال كل واحد وسيمينار غير؟ لا دكتور ما احنا خايفين السؤال منهم بالامتحان. ما يخالف، أنت شنو السؤال مالتك؟ يا أنت يا مجموعة؟ أنا مجموعة 13. شنو عندك؟ عندي السؤال مال 3.4 بي 3.4 لحظة واحدة، يا سؤال 3.4 ثلاثة أي إيش بي هذا السؤال عبد القدوس؟ دكتور هسان الأي راح أجيب الأي 7 أحطه من الأي 6 وأسوي لوب. هسه هذا عندي الجي 2 والجي 3 والجي 5، هاي نقدر نختصرهن يروح ببلوك واحد. اي بس انقل الاي، راح انقل الاي 7 يم الاي 6 ويصير سمويشن. مضبوط، راح يصير بلوك واحد. انه برد ارجع الاي 7 عبره يم الاي 9 مضبوط، وراح يصير عندي لوب. مضبوط، راح يبقى عندي هاي كلها بلوك واحد. يبقى عندي الاختصار هنا ويا الجي 1 والجي 4 يصير شويه مزعج. هذه الاي 4 تنقلها يم الاي 3 وتبادل بينها وبين الاي 3. حيصير عندك عاد هنا سميشن بين الواحد والجي 4 وهذا فيدباك، وتكمل الاوتر لوب فيدباك. تمام ان شاء الله ان شاء الله. بعد باباتي عافية عبد القدوس، بعد باباتك واحد عنده سؤال دكتور على نفس سنة 3.6. ايه كنا نحكي عليه 3.6. ايش بيه 3.6 دكتور؟ بس شوي قرب الشاشة. ايه هذا 3.6 دكتور، بس البوينت الاي 3 دكتور صار انا اختصرته، بس بقى عندي الاي 3 يعني شويه دوخني. الاي 3 لان هذا السميشن الاي 10 داخل بي 3 ما مو 2. انت شو اسمك؟ احمد هاشم. دكتور احمد هاشم، بابا هذا الاي 4 تجيب ام الاي 6. اي نعم دكتور، حتختصرهم. هذه الاي 8 يم الاي 9. نعم دكتور، حتختصرهم، حتروح هاي عندك استميشن. حيبقى عندك هذا الجي 4 ويا كل ذني، فشو تسوي؟ هذه النقطة تعبرها الاي 3 حتى يصير عندك الفيدباك بس يونيتي، وهذا ينضرب بكلهن هذني اللي جمعناهن، يصير عندك هذا الاوتر لوب وانتهى الموضوع. تمام دكتور ان شاء الله. بعد باباتي دكتور 13 والله دكتور 13 13 اي شبيه 13 دكتور. شوف انت يعني ما انا دا اشوف ما بي مشكله دكتور. شوف ما بي مشكله، ماكو شيء الا بعلاقات خاصه الله يمكن ينحل. لا لا ماكو، العلاقات الخاصه تختصر لك الخطوات، لكن ماكو سؤال ما ينحل. هذه بيسك رول، بس العلاقات الخاصه تختصر لك، بدل ما اربع خطوات تسويهن بخطوه واحده دكتور. نعم دكتور، بالاي 7 عندك مشكله. الاي 7 عندك مشكله اي دكتور، بالاي 4 مشكله. والاي 4 عندك مشكله اي صحيح دكتور. اي 3 واي 5 حتى اي 6 ايه صحيح، هو هذا شويه معقد بس ينحل.
يعني دكتور بدون علاقات خاصة؟ بدون علاقات خاصة. دكتور زين، الخطوة الأولى. بس طويل. الخطوة الأولى دكتور للحل. عندك الأي 6. نعم دكتور. هذه ترجعها إلى الأي 1 وتبادل بيناتهم وتسويها أوتر لوب. دكتور مو قد دكتور مو قدام الأي 4. ما له علاقة. ما له علاقة، تبادل بيناتهم. الأي 4. الاي 4 ما راح يتقاطع، من يتبادل ويا الاي 5 انقل الاي 4 يم الاي 3 واجمع بيناتهم بعد ما ياثر عندك. دكتور هسه ابادل بين الاي 6 واي 5. اي دكتور، وبعدها؟ بعدها الاي 5 تنقلها تعبر، والجي والاي 7 ترجعها يم ال. تسمعوني باباتي؟ دكتور هسه نسمعك، قبل شوية الصوت راح. تمام. أقول مثل أي 10 دكتور، هذا ما يجي بالامتحان، هذا سؤال للتفكر مال سيمينار، تشوف أهمية العلاقات الخاصة. طبعا أنا نسيت أسوي لكم إياها، ان شاء الله اثناء ما امتحنكم انزل لكم اياها، استغل استثمر وقت الامتحان. دكتور هذا ينحل يعني بدون علاقات خاصه؟ اي بدون علاقات خاصه ينحل، كل الاسئله تنحل بدون علاقات خاصه، العلاقات الخاصه فقط تسوي لك الموضوع اسهل. دكتور بس تخليك تبادل بين النقطه والسامنج، النقطه والفيدباك، لا اكثر ولا اقل. دكتور بس من كنت تقول انه نقولها لاي 6 مكان الاي 1، دكتور صوتك راح، بس لا تعيدها. هاي انت مو انت شو اسمك؟ انس دكتور. انس، هذا مو سؤالك مال السيمينار؟ اي نعم دكتور. اي بعدين احكي بي. تمام اوكي دكتور. ان شاء الله بعد باباتي. اوكي، اذا ما عندكم سؤال نبدي محاضرات اليوم ان شاء الله. اليوم بس نعم دكتور، بس الرين وقت للامتحان ان شاء الله نبدي بالعشرة والوقت متاح، وللتسليم ايضا نخلي لكم وقت، بس انتم باباتي انا قلت احكي وياكم تفاصيل الامتحان بعد المحاضرة. باباتي انتوا انا منطيكم راح انطيكم يعني الوقت مال الامتحان 100 دقيقة. خليك قبل 20 دقيقة ارفع الاسئلة اللي مكملها. يبقى عندك سؤال مثلا ما مكمله، هذا خليه للاخير حتى ترفع باخر 5 دقائق، او ننطيك 5 دقائق 10 دقائق بعد وقت الامتحان ترفع لهاي. مو انت حال الاسئلة كلهم عايفهن وبعدين اخر هاي تبدي ترفع بالاسئلة، يصير لودينج وما تتحمل وتبدي أنا لازم أخلي لك نص ساعة. أنا ما أخلي نص ساعة ولا أخلي ربع ساعة، هي 10 دقائق بعد وقت الامتحان. أوكي باباتي، أنا حتى كاتب لكم ملاحظة بالأسئلة، أنت كملت 3 أسئلة، رفعين الثلاث أسئلة وخلي لك سؤال بالأخير اللي أنت يعني ما تحله، مطول عندك، حاير بيه، تدور واحد يساعدك، تدور بالإنترنت، تدور بالكتب، تروح على برنامج تشيكينج، ما اعرف شنو هو، هذا خليه بالاخير. اوكي، فصير 80 دقيقه تشيك امورك، شو مكمل بالامتحان ارفعهم، وخلي السؤال هذا اللي حاير بي بالاخير. من هسه لا حد يروح يسولف اني ما انا كملت وما رفعت وانا بقالي دقيقتين والانترنت انقطع وما اعرف شنو هو، هذا سوالف ماكو نهائيا. من هسه الوقت مالتك 100 دقيقه، الوقت اللي ترفع اخر شيء به 110 دقيقه، يعني ايش قد ساعتين الى 10 دقائق. واضح باباتي؟ اكو بعد احد عنده سؤال استفسار على الامتحان؟ لا نعم
فورم نعم جوجل فورم هي يعني حتى اذا انا ارفع كل شيء واحد ايه ايه جوجل فورم جوجل فورم كل سؤال كل سؤال تكمله ارفع اه تمام زين باباتي اليوم ان شاء الله محاضرتنا هي المحاضرة رقم 7 بتسلسل المواضيع يعني باقي لكم فقط موضوع واحد اللي هو الروت لوكس بإذن الله عز وجل اليوم راح ناخذ موضوع اسمه راوث ستيبوليتي كرايتيريان أو كرايتيريا باباتي هذا الموضوع سهل جدا وهو الموضوع السابق واللي قبله هن فصل واحد مثل ما قلت لكم بأوقاته لكن أنا لأنه فصل طويل جزأته حتى يلحق الطالب يراجع المادة السابقة الدسمة اللي أخذناها بالموديلينج وبالبلوك دايجرام ريدكشن ويسيطر على المادة وراها نطب على الروت لوكس الراوث ستيبوليتي كرايتيريا هي طريقة لتشيك السيستم هل هو ستيبل أور أنستيبل إذن هي ستيبوليتي تشيكينج وسريعة راح نتعرف عليها اليوم بإذن الله عز وجل طبعا هذه الطريقة وجدها واحد اسمه راوث إدوارد جون راوث هذا ولد 1831 وتوفى 1907 بريطاني كان بكامبريدج هذه الطريقة مالته وجدها عام 1876 وانتوا الآن تدرسوها يعني طريقة سهلة هي عبارة عن تشكيل أري مصفوفة وجاء راوث خلى فالطريقة يعرف بها نعرف بها السيستم من نشوف التكمل الماتريكس أكو طريقة للكالكوليشن مال هذه الباراميترز اللي بالماتريكس وبعدها مباشرة نعرف من شكل الماتريكس نعرف هذا السيستم ستيبل أو أنستيبل ونقدر أيضا نعرف من خلال الماتريكس كم عدد الروت اللي هن مسببات الانستيبل اللي هن بالرايت سايد وايش قد عدد الروت اللي هن بالليفت سايد وايضا نقدر نعرف من عند حدود الاستيبلتي للجين اذا كان الجين يعني unknown متغير نعرف حدود الجين بالاستيبلتي ايش قد الاستيبلتي هذا السيستم ايش قد يظل ستيبل وذن الجين ايش قد حدود الجين من 0 الى 10 من 1 الى 2 وهكذا فنقدر من خلال راوث كرايتيريا نتعرف على ذني لثلاث شغلات اول شغله نشيك السيستم ستيبل اور نوت ستيبل الثانيه نقدر نعرف عدد الروت اللي هي بالليفت رايت وبال بالليفت سايد والرايت سايد والشغله الثالثه نقدر نعرف حدود الجين للاستابيليتي اذا كانت فاريبلز راح نتعرف على هذه الانترودكشن البسيطه اللي حكينا عليها هسه وبعدها الراوث كرايتيريا رولز شلون نحسبها ونحل لنا كم مثال على الراوث كرايتيريا طريقه راوث كرايتيريا تعتمد على الكاركترستيك اكويشن من يقدر يقول لي الكاركترستيك اكويشن شو تمثل شلون او شلون نحسبها يا سبع دكتور نساوي المقام بالصفر مقام الترانسفير فاكشن انت من هو انس دكتور انس جوابك نص جواب يا انس خلي نسال ما دام هيك أكرم نعم دكتور شلون نعرف الكاركترستيك كويجن أو شلون نحسب دكتور هي نساوي المقام بالصفر راح نحسب كم من S معنا روت يعني هاي 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 مال هي تساوي الدينومينيتر بالترانسفير فانكشن لازم تقول لي يا ترانسفير فانكشن من عندهم
هذا نص جواب مثل ما جاوب انس. هو دكتور احنا راح تطلع عندنا القيم اللي يا ترانسفير فانكشن ما هي الترانسفير فانكشن النهائيه للسؤال هي لا اللي معامل المعامل شنو هو ايش قلت قبل شويه ترانسفير فانكشن النهائيه للسؤال ايه الاوفر اول ترانسفير فانكشن هي الاوفر اول ترانسفير فانكشن هي دكتور يعني الاوفر اول ترانسفير فانكشن باباتي هي الدينومينيتر مالتها يساوي الكاركترستيك اكويجن لكن اكو قانون حتى بالمختبر قلت لكم اياه الاوفر اول ترانسفير فانكشن تساوي ايش واحد زائدا ها من يذكرها ديش المحاضره حكينا عليها والقبلها وبالمختبر قلت لكم عليها اكو قانون باباتي يقول دكتور واحد زائد الاوبن لوب ترانسفير فانكشن عافيه منو انت؟ انس دكتور انس اي هسه انس بلس 1 شكرا دكتور يا هلا باباتي اذا عندي هيجي وعندي فيدباك هذا اتش هاي نيجاتيف هذه باباتي انا اذا اريد السي اوفر الار السي اوفر الار الدينومينيتر هذا يمثل لي الكاركترستيك اكويشن انا مرات بالسؤال ما ارسم لك هيجي اقول لك control system has open loop transfer function كذا معناته من اقول لك هيجي اني منطيك g of s في h of s من اقول لك open loop transfer function فاهم علي لكن اذا اقول لك forward transfer function معناته منطيك g ومن اقول لك backward transfer function او feedback transfer function معناته منطق ال h من هذول المفاهيم من اجي انا اريد احسب الكاركترستيك equation راح تساوي لي شنو هو واحد زائدا open loop transfer function اوكي يعني معناته شنو هو واحد زائدا شنو جي اوف اس في الاتش اوف اس هاي شنو هي هاي تتذكرونها هاي من احنا نحقق قانون الفيدباك شنو القانون الفيدباك شو يقول يقول جي اوفر واحد زائدا جي اوف اس في الاتش اوف اس اذا هي من هي هي الدينومينيتر واضح واضح باباتي فهي الدينومينيتر مال من هو الدينومينيتر مال الاوفر اول ترانسفير فانكشن فما تقول لي هي الدينومينيتر مال ترانسفير فانكشن اي ترانسفير فانكشن مالتهم مال الفورورد مال الفيدباك لازم تقول تكون دقيق بجوابك تقول هي الدينومينيتر مال الاوفر اول ترانسفير فانكشن للسيستم اللي هي تساوي لي واحد زائدا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اللي هي معناتها تساوي لي واحد زائدا جي اوف اس في الاتش اوف اس ف راوث كرايتيريا اعتمد هاي المساله اعتمد انه تساوي لي الكاركترستيك اكويشن اخذها حتى يشكل ما يدعى ب الراوث اري مصفوفه راوث طبعا باباتي هذه الدينومينيتر نسميهم احنا اخذناهم صف ثالث انا انطيتكم اياهم ها من يقول لي شو نسمي الروت مالت ال الدينومينيتر لها اسم
الثاني عندي هذه جي اوف اس تساوي لي اس زائدا واحد، وهنا اس سكوير زائدا 2 اس زائدا واحد. الروت شو يسمونهم مال الدينم وشين الروت مالت النيومينيتر؟ دكتور بولز وزيروز، زيروز الدينومينيتر دكتور البولز والنيومينيتر زيروز الروت لوكس. هذا هسه احنا عندنا من هو عندنا الريال ايماجينري اكسس. الريال ايماجينري نمثل هسه مثل هذه اللي امامكم اكو بول بالعفو زيرو، وهنا ايش عنده؟ عنده ايضا بولين وين؟ بالناقص واحد. يعني هي جت هيجي عدله، لكن اذا نسويهن هيجي ثلاثه مثلا ف وهذه ناقص مو زائد، فمعناتها اكو بول بالزائد اثنين وبول بالواحد، يعني هنا وهنا، فهذه يسمونها بول وهذه يسمونها زيرو. هذه الروت مالت ال ترانسفير فانكشن. اذن راوث اجى قال اني اخذ الكاركترستيك اكويجن واشوف الاستابيليتي مالت السيستم، لانه الكاركترستيك اكويجن هي اللي تمثل لي البيهيفير مالت السيستم. فجي اشكل ما يسمى بالبولينوميال مالت الكاركترستيك اكويجن. البولينوميال يبدي من الاعلى اوردر ومع الكوفيشنت مالته الى الاوردر اس زيرو، معناته الى ريال كوفيشن. فاجى شكل الماتريكس مالته. الماتريكس كالتالي، احنا مو عندنا بولينوميال قبل شويه قلنا اللي هو مثلا بي ان اس اس ان زائد بي ان ناقص واحد اس ان ناقص واحد زائد بي ان ناقص اثنين اس ان ناقص اثنين وهكذا. فراوث قال انا اجي اسوي هيك ماتريكس هيك مصفوفه الاس اس ان، هاي خارج المصفوفه ما له علاقه، هذا بس نخليه احنا هيك للمعرفه. فابدي بي من ابدي هو فردي هذا الان مالتي لو ايفن، اذا اود ابدي ويا الاودات، يعني ايش ابدي الان؟ ناخذ مثلا ايفن هو أربعة، فابدي بالبي ان اللي هو الأربعة، بعدين وراها البي ان ناقص واحد اخلي بالاس ناقص واحد، اخلي هنا ناقص واحد، هنا بي ان ناقص اثنين، هنا بي ان ناقص ثلاثة، هنا بي ان ناقص أربعة وهكذا، وهذا بي ان ناقص خمسة الى ان اصل بي نوت واوقف. ايش قاعد اضل الى البي نوت؟ هاي المصفوفة، هذه اول تو روز بالمصفوفة. اول تو روز باباتي دقيقة واحدة. اذا باباتي الان عرفنا اول تو روز، الرو الاول والرو الثاني، هذول نشكلهم منين؟ نشكلهم من الكاركترستيك اكويجن. هذول ثابتين، بس تتعلم انه تبدي اذا عندك زوجي مثلا أربعة، تبدي بالأربعة أسس أربعة الكوفيشنت مالتها، يعني أسس اثنين أسس زيرو، هنا أسس ثلاثة وأسس واحد.
ينتهي هذا شكلنا من هو أول تورود. بعدين البقية لا، البقية نجي نحسبهم حساب. شلون نحسبهم حساب؟ كالتالي ال C1 هو يساوي ال BN ناقص واحد في ال BN ناقص اثنين على ناقصا ال BN في ال BN ناقص ثري على ال BN ناقص واحد. إذن من نجي نكتب ال C1 الآن، ال C1 يساوي لي ال BN ناقص واحد في ال B ان ناقص اثنين، هاي كلها ناقص من هو ناقص البي ان في البي ان ناقص ثلاثة، هاي كلها على البي ان ناقص واحد. وجدت السي وان. السي تو راح يساوي لي البي ان ناقص واحد في البي ان ناقص اربعة ناقصا البي ان في البي ان ناقص من هو خمسة على البي ان ناقص واحد، وهكذا السي ثري راح يصير البي ان ناقص واحد في البي ان ناقص ستة كلها ناقصا البي ان في البي ان ناقص سبعة كلها على البي ان ناقص واحد، وهكذا الدي وان. الديوان راح يكون من هو؟ راح يكون السي وان في البي ان ناقص ثلاثة ناقصا البي ان ناقص واحد في السي تو كلها على السي وان، وهكذا الدي تو نفس الشيء الى الدي ثري. الان شكلنا من هو؟ شكلنا الراوث كرايتيريا. شوفوا باباتي هذه قلنا اول تورو، بعدها هذه السي وان. عندكم الصور بالمحاضره اكو خطا، هذا صاير بي ان ناقص واحد في بي ان ناقص واحد، صلحوها هي بي ان ناقص اثنين. فش يصير؟ مثل ما قلنا كتبنا قبل شويه بي ان ناقص واحد في البي ان ناقص اثنين ناقص كل هاي ناقص البي ان في البي ان ناقص 3 على البي ان ناقص 1. السي 2 نفس الشيء والسي 3 كذلك. الدي 1 مثل ما قلنا هو السي 1 في البي ان ناقص 3 ناقصا البي ان ناقص 1 في السي 2 اوفر السي 1. الدي 2 نفس الشيء الدي 3 وهكذا الى ان نوصل ايش؟ نظل ننزل بال الاوردر من اس اس ان اس اس ناقص 1 الى الاس اس 0. لازم زيرو معناتها واحد وننتهي. إذن إيش نستنتج؟ نستنتج أنه الراوث كرايتيريا هي عبارة عن إيش؟ عن سوري هي عبارة عن أبر لور ترانجولر أري، مو كاملة، هي العناصر اللي حتطلع لنا هذه حنشكلها، فحيكون عندي عنصر هنا، عندي عنصر هنا الى البي ان، وراها عنصرين اقل، وراها عنصرين، وراها عنصر، اذا هي شنو؟ هي لور ترانجولار ماتريكس. اوكي؟ مو كامله، يعني مو ماتريكس مربعه، هي مثلثه. اوكي؟ راح نجي هسه الان ورا ما حسبنا الراوث كرايتيريا حنشوف شلون نعرفها هي ستيبل لو ان ستيبل. المبدا كلش سهل، اذا كانت اشارات الكولوم الاول كلهم بوزيتيف فهذه سيستم ستيبل، اذا اكو واحده منهم ماينس اذا هو ان ستيبل. هاي اول شغله قلنا نتعلمها من الراوث كرايتيريا. شلون نتعلمها؟ نشيك الاستابيليتي. شلون نشيك الاستابيليتي؟ نشيكها اذا كان الكولوم الاول بالراوث اري
كله بوزيتيف اذا هذا السيستم ستيبل. قلنا ايضا نقدر نتعرف على السيستم كم روت بي بالرايت سايد اللي سبب لنا الانستابيليتي. كل تغير بالاشاره من نيجاتيف الى بوزيتيف او من بوزيتيف الى نيجاتيف تعني اكو روت بالرايت سايد. شلون يعني؟ الان انا عندي هيك مصفوفه مال راوث طلعت لنا هنا مثلا 2 4 9 1 هنا 1 3 هنا ناقص 1 هنا 0 هنا 1 هذا معناته السيستم انستابل. هاي اول شغله انستابل. ليش انستابل؟ لان بهذا النيجاتيف كم روت بي بروتين هنا بالرايت سايد. ليش؟ لان عندنا هذا تغير من نيجاتيف الى من بوزيتيف الى نيجاتيف وهنا من نيجاتيف الى بوزيتيف. اذا اكو 2 روت عنده 2 روتس بالرايت سايد. اوكي هاي شغلتين تعلمناها منين؟ انه نشيك السيستم ستيبل انستيبل، نشيك عدد الروت اللي سببت لنا الانستيبلتي. الجين شلون نشيكه؟ الجين اللي هي الشغله الثالثه قلنا نتعلمها من الراوث كرايتيريا. الجين قلنا احنا اذا هو عندنا سيستم الجين مالته بالكاركترستيك اكويجن فاريبلز، يعني انا عندي كاركترستيك اكويجن هيك تساوي لي مثلا اس اس 4 ناقصا 2 اس قوة 3 زائدا 3 اس سكوير زائدا 4 اس زائدا كي. اوكي الان من اجي اشكل الراوث كرايتيريا شو اشكل؟ الاس قوة 4 هي 1 وايش 3 يعني هذا الرول الاول هذني والكي وهنا ناقص 2 وهنا 4 اللي هي هذه وهذه وهنا 0. اجي احسب ايش قد احسب؟ ناقص 6 ناقص 4 ناقص 10 على ناقص 2 5 هنا ناقص 2 في كي ناقص 0 تقسيم ناقص 2 اذا كي هنا راح تصير شنو 20 ناقصا يعني زائدا 2 كي اوفر ايش قد 5 وهنا كي لان هذا راح يصير صفر فهذا راح يصير شنو هذا المقدار في كي ناقص صفر على هذا المقدار يطلع لنا كي. الان شوفوا باباتي هذا اس قوه 3 هذا اس قوة 2 وهذا اس قوة 1 وهذا اس قوة 0 وين وقفنا بالراوث الى اس اس 0 يعني هذا 1. الان هو السيستم هذا انستابل بس ايش قد حدود الانستابل منين نطلعها؟ من هذا المقدار. هذا المقدار لما يصير نيجاتيف يصير السيستم انستابل. فشو نقول اذا؟ نقول 20 زائد 2 كي هو يساوي صفر. إذن الكي ايش قد؟ ناقص 10. إذن السيستم من يكون أصغر من ناقص 10 السيستم يزداد انستابلتي هو السيستم انستابل. أوكي واضحة باباتي؟ هذا هيجي راح نحلها احنا هواية أمثلة. هذه قدرنا نعرف من الراوث كرايتيريا ثلاث أمور: سيستم ستيبل انستابل، السيستم ايش كم روت بي بالرايت سايد، السيستم ايش قد حدود الاستابيليتي بي وذ ريسبكت للجين. الان عندنا هيك مثال عندنا كاركترستيك اكويجن انا منطيك اياها
S قوة 5 بلس S قوة 4 بلس 10 S تريبل زائد 72 S سكوير زائد 152 S زائد 240. أجي أحل هذا المثال كالتالي: أشكل الأول اثنين two rows على حسب الأوردر اللي عندي. الأس قوة 5، الأس قوة 3 البارامتر مالتها 10، الأس 1 الأس قوة 1 152. أبدي منين؟ من أس قوة 4 1 أس سكوير 72 والريال بارت 240. أجي أحسب شقد 10 ناقص 72 على 1 ناقص 62، 152 ناقص 240 على 1 ناقص 88، وهذا أجي أحسبها أيضا 70.6 و 240، واللي بعدها واللي بعدها شكلت الراوث أري. الآن السيستم ستيبل لو أنستيبل؟ من يقول لي دكتور أنستيبل؟ ليش؟ لأن يعني عندي هذه إشارة نيجاتيف. أوكي، الآن كم عدد الروت اللي هن بالأنستيبل ريجين بالرايت سايد؟ دكتور اثنين. اثنين. الآن لو تروح تشيك ويا الماتلاب وتجي تخلي يعاز عندنا اسمه روت، يقول له روت اوف، ردوا لي الارقام مالت المصفوفه، واحد بواحد البولينوميال البارامترز، واحد بواحد مش قد بعشرة، ها يا سبع يرد واحد بواحد دكتور 10 10 ب 72 ب 152 240، 1 ب 10 مش قد قلنا 52 72 72 152 152 240 مو تمام. الان الروتس باوعها 2 3 بالنيجاتيف يعني بالليفت سايد، واحد بالناقص 3 والآخر كونجيجيت ناقص واحد بلس ماينس 1.732 I. هذولا النيجاتيف، لكن البوزيتيف اللي هم وين قلنا بالرايت سايد هم كونجيجيت اثنين اثنين زائد ناقص جي أربعة اللي احنا كاتبين بالمحاضرة هذول. أوكي واضحة باباتي؟ هذه الراوث هو اللي نستفاد من عنده. هذه اكو الان عندنا سبيشال كيس بالراوث كرايتيريا، لان هذا المثال البسيط اللي امامكم اذا نشيكه هذا السيستم ستيبل. ليش؟ لانه حيكون الواحد اللي هو المال لاس سكوير، الريال اثنين، هذه ثلاثه، هذه صفر، ايش قد؟ سته على ثلاثه، لان سته ناقص صفر على ثلاثه اثنين، اذا هذا السيستم ستيبل. الان هذا السيستم راح تظهر لنا به مشكله. شنو المشكله؟ الان اذا بدي اشكل راوث اري لهذا السيستم لا ممكن يطلع عندنا زيرو اللي هو لا بوزيتيف ولا نيجاتيف، مو تمام؟ اذا اجي اشكل الراوث مال هذا هو الاس قوة 4 ايش قد؟ 1 وراء شاخذ يا اوردر، من يقول لي الاس تربيع؟ الاس تربيع راح ناخذ واحد، اللي بعده راح ناخذ الاس زيرو اللي وهم واحد، اللي هنا نبدي بالاوردر الاقل، هنا أربعة هنا ثلاثة، ثلاثة ايش قد الاوردر مالتها؟ ثلاثة، اللي بعدها ثلاثة واحد، الاس قوة واحد هم ثلاثة، وراح نخلي زيرو. هنا راح نجي نحسب 3 في 1 3 ناقص 3 0 على 3 0 اللي هو الاس سكوير ايش قد؟ 0. الان هذا 0 لا هو نيجاتيف ولا هو بوزيتيف، ايش نسوي؟ فراوث حلها قال نخلي مكان الصفر دلتا،
ونمشي. هنا ثلاثة في واحد ثلاثة ناقص صفر ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد. نجي هنا اللي هو الأس واحد راح يصير ثلاثة في دلتا ناقص ثلاثة على دلتا، وهذه إيش قد؟ هذه راح تصير واحد لأن حتقسم على هذا الكيرف كله، هذا الأس والزيرو. الآن شلون نحكم هذا السيستم ستيبل أو انستيبل؟ قالوا حسب هذه الدلتا اللي هي الدلتا معناتها فشيء هو very very small قريب بس يا نيجاتيف يا بوزيتيف، هو يا قريب جدا من النيجاتيف هو بالزيرو بالكريتيكال، يا هو very very small باتجاه النيجاتيف يا هو very very small باتجاه من هو البوزيتيف. هذا من اجي اريد احل هذا معناته شنو؟ هذا ثلاثة على ايش؟ على ثلاثة اوفر دلتا ناقص هذا اللي هو خلينا نسميه اي، هذا التيار هذا اذا اجي احله هو ثلاثة ناقص ثلاثة على دلتا. اذا هو very very small معناته شنو؟ اذا حطه زيرو هسه اخذ له ليميت للاي، ليميت الدلتا تقترب من الصفر، فايش راح يصير؟ ها راح يصير ثلاثة ناقص ايش؟ انفينيتي. اذا هذا السيستم ايش بيه؟ هذا السيستم انستيبل لانه ثلاثة ناقص انفينيتي، فمعناته هذا التيرم اللي هو فيري سمول من اخذنا الليميت عرفناه هو باتجاه من هو؟ باتجاه النيجاتيف، فصار شنو هو؟ صار التيرم كله نيجاتيف، اذا السيستم انستيبل. فراوث حل هاي المسألة بهالصورة هذه. على دلتا حسب وحسبنا الاي اخذ الليمت مالتها من نيجاتيف، اذا السيستم هو انستيبل. واضحة؟ الان نجي ايضا اكو سبيشال كيس اخرى هم راوت حلها. شلون حلها؟ هذا المثال اللي عندنا اللي امامنا الان هو منطيني هذا شنو هو؟ هذا منطيني اوبن لوب ترانسفير فانكشن باوعها، وقايل لك السيستم يونيتي نيجاتيف فيدباك، يعني مباشرة أوجد واحد بلاس من هو أوبن لوب ترانسفير فانكشن. لو قايل لي الاتش هو مثلا واحد أوفر اس، فلازم أضرب هذا السيستم في واحد يصير وان بلاس جي أوف اس في الاتش أوف اس، الاتش أوف اس هي واحد أوفر اس، قايل لي نيجاتيف يونيت فيدباك، إذا مباشرة أجي أوجد الكاركترستيك إكويجن هذه، راح فقط ينضاف ال 128 بالاخير. راح اجي اشكل الراوث كرايتيريا، ابدي بقوه ايش قد؟ 8، فانزل واحد وراها ورا الثمانية لانه ايفن، راح نبدي بال6 ايش قد؟ 10، وراها ال4 48، وراها ال2 128، وراها ال128 ريال. ابدي بالاس قوه 7 هذا اود، فابدي اخذ لاس قوة 7 اخذ الكوفيشنت مالته، لاس قوة 5، لاس قوة 3، لاس 1، فابدي 3 24 96 192 وصفر. دائما اخر تير من نبدي نحسب هو صفر، تي تخلي تي ما تخلي تخلي فراغ نفس الشيء. نجي نحسب الان 3 في 10 30 ناقص 24 6 تقسيم 3 2، 2 في 8 3 العفو في 48 تقريبا 24 2 باليد 12 144، 144 ناقص 96 تقسيم 3 16، وهكذا حسبنا هذا التيار. نجي نحسب الاس 5 اللي هو استهلاك هذول السيات، وهذول الدي دي 1 الى دي ان. نجي نحسب 2 في 24 48 ناقص 3 في 16 48، إذن هذا صفر. الوراء 2 في 96 108 و 192
ناقص 3 في 46 اللي هي 192، إذن هذا هم صفر. وإذا يطلع عندي كله رو صفار، شلون؟ هاي مشكلة. طبعا هذه يعني سبيشال كيس، هاي مرهمة ترهيم الأرقام، بس حتى نوجد المشكلة حتى نشوف راوث شلون حلها. فراوث قام مثل نعافها، قال شو أسوي لها؟ تطلع صفارة ما تطلع صفارة، شريد معدهاني مو؟ هاي السلبية مال المجتمع مالتنا الآن. ها؟ على مبدأ نيوتن لو أكل التفاحة وما طلعنا قانون الجاذبية. فراوث قال هاي الأس قوة 5، أول مرة أجي أقسم على 2 حتى يطلع لي الأس 6 شنو هو؟ 1 8 32 و64. وبعدها أجي أشتقها، أشتق المعادلة اللي حتطلع لي. هذه اللي هي شقد كانت؟ كانت 2 S 6 زائدا 16 S قوة 64 S قوة 2. وش عندي بعد؟ أكو أي زائد 128 زائد 128. فأول مرة قسم على 2 فطلعت لي S S6 plus 8 S 4 plus 32 S square plus 64. جي أخذ لها D by DS، هاي خلنا نسميها A، فنقول D A by DS. قد راح تصير 6 S 5 24 S 3 64 S، وهذا زيرو شكل من هو ال S 4 العفو ال S 5. فجي خلى مكانه مكان دول الصفارة، خلى 6 وال 24 وال 64 وجي حسب. إذا طلعت كلها بوزيتيف الفيرست كولوم هو ستيبل، طلع عنده نيجاتيف هو انستيبل. واضح باباتي؟ هاي باعوا، اجا قسم، بعدها سوى مشتقة وشكل الاس 5، شكل المصفوفة كاملة ووجد السيستم ستيبل اور انستيبل. اوكي، طبعا هذا السيستم هو حيطلع انستيبل. اذا تجي تحسبه بالماتلاب حتى تتعلم، كان هو منطينا النيومينيتر 128 ومنطينا الدينومينيتر هذا البولينوميال اللي هو الواحد 3 بعشرة باربعة وعشرين 48 96 128 196. سوينا لهم اوفر اول ترانسفير فانكشن، بعدها عرفناهم يعني نيومينيتر ودينومينيتر، وراح حققنا وياهم قانون الفيدباك ووجدنا لهم البولز مالتهم، راح نشوفهم هم انستيبل. الان هذا اذا تروح للماتلاب وتنفذ هذا البرنامج، باعوا هذا اللي قدامكم، هذا هاي الخطوة خليها موية، هذا اللي هو برنامج المحاضرة 128، بعدها حققت الدينومينيتر وحسبت الجي 1 ووجدت قانون الفيدباك الأوفر أول ترانسفير فانكشن، بعدين حسبت لها البولينوميال البولز، لان هذا البولز معناته هو مال كاركترستيك كويجن اللي هو بدنا نحكي عليه، انه راوث كرايتيريا يحسب لي ايش قد بوزيتيف وايش قد نيجاتيف الاوفرول ترانسفير فانكشن. بعدين حسبنا لها شنو البولز، طلع عندنا كم روت؟ عندي 4 روت، معناته ايش كم تغير بالاشاره؟ راح يصير تغيرين مكانين بهذه اليوم. من ترجع للبيت تحسبها تلقى بالكولوم الاول تغيرين بالاشاره، عندك نيجاتيفين تو نيجاتيفز. فعندنا كونجيجيت بال 1.06 بلس 1.727 جي، وعندنا اللاخ بال 0.006 بلس ماينس 2.018 جي.
أوكي؟ هذا كل ما يخص الراوث كرايتيريا. الآن ظل عندنا الفقرة الأخيرة اللي هي إذا عندنا جين بالسيستم شلون نحسب الاستابلتي. الآن هذا السيستم قدامكم ده يقول إنه هذا يونيتي فيدباك نيجاتيف يونيتي فيدباك. السيستم الفورورد ترانسفير فانكشن هي هذه K over S كيوب بلس 4S سكوير بلس 11S. أريد إشقد حدود الجيم بالستابلتي، يعني إشقد قيمة الجين اللي عند السيستم العفو يصير أنستابل. فنجي نشكل الراوث كرايتيريا، حسبنا الأوفر أول ترانسفير فانكشن راح تطلع شنو؟ راح تطلع S قوة 3 بلس 4S سكوير بلس 11S بلس K. فنجي أعلى أوردر هو S قوة 3 واحد ب 11 بزيرو، اللي بعده S سكوير راح يصير 4 بلس K. هنا نجي 44 ناقص K أوفر 4 واللي بعده K، لأن يعني هذا التيار ما حيصير فيه K ناقص 0 أوفر نفسه حيطلع K. الآن إيش قد قيمة الـ K؟ أول شرط يتحقق منا إنه الـ K هو إيش قد؟ هو أكبر من 0. ليش؟ لأنه هنا إذا أقل من 0 هذا يصير نيجاتيف. الشرط الثاني إنه هذا الجين الأربعة وأربعين ناقص K لازم يصير زيرو، لازم يصير أكبر من بوزيتيف، لازم يصير أكبر من صفر. عندي 44 ناقص K هذا شبيها لوفر أربعة، هاي لازم يصير أكبر من صفر. إذا ال K ما يصير أكبر من 44، من يصير أكبر من 44 يصير هذا التيرم شبيه نيجاتيف. إذن حدود الاستابلتي هي أكبر من صفر وش بيها؟ أكبر من 44. هذا الاثنين ترى أقل من 44. الشرطين هذين كابلينج بيناتهم ما يصير، فهو أكبر من الصفر لازم هاي المتراجحة مال صف أول متوسط أو شيء، هذه يسمونها and مو or. إذن لازم الكي أكبر من 44، يعني هيش من تكتب لي غلط، كي أكبر من 44 يلا يصير السيستم شبيه هو أكبر من صفر بس 43 العفو أصغر من 44، لأن أكبر من 44 يصير أنستيبل. فالسيستم هذا أنستيبل. الستيبل السيستم الكي أصغر من 44، لأن إذا 45 هو أكبر من صفر بس 45 نيجاتيف، إذن أنستيبل. إذن الكي أصغر من 44 وأكبر من الصفر، واضحة؟ هذه لما نريد نوجد حدود الاستابلتي بالراوث. هذه السيستم اقل شيء، لان هو بالسؤال قايل لي انطيني اقل فاليو يكون السيستم بيها ستيبل. السيستم يجب ان يكون اكبر او يساوي ال 44. واضحه باباتي؟ هذه هوم ورك ان شاء الله انزل لكم اياها، 3 هوم ورك عندي. هذه البولينوميال اريد اوجد، انا منطيك الكاركترستيك كويشن، اريد اوجد الجين، منطيك الانسر الكي اكبر من 6.056، وهنا عندي هذه الكي والجي والكي اتش، واحسب لي ايش قد حدودهم بحيث السيستم يكون استيبل. وهنا تحسب لي حدود الجين بالاستيبلتي ايضا. اوكي باباتي، ان شاء الله الاسبوع القادم ناخذ
آخر موضوع ونظل به أسبوعين أو شوفوا شو وقت الامتحانات مالتكم. نسأل الله عز وجل يحفظنا ويحفظكم ويحفظ المسلمين أجمعين من هذا الوباء. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.